شيخ والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما أردت أن أخسرك، الله يغفر لك. لا ما لي خسارة علي أنا، ما أنا بخسر ولله الحمد. الله يبين وجهك. يسلمك الله. أنا يعني من الأشياء اللي جازت لي في محمد سعيد رسلان هو التقشف. ما شاء الله. لأني أنا كذلك ولله الحمد لحد ما بسك أقل منه متقشف، لكن هو ما شاء الله يسكن في بيت طين إلى الآن وما يرضى المساعدات، يعني حاولت نحن نعينه الله أكبر بما نستطيع فما رضي أبدا. الله يبيض وجهك يا شيخ. الله يبيض وجهك يا شيخ. الله يبيض وجهك. ما شاء الله عنده الآن عنده مدرسة في مسجده. نعم. كان الشباب اللي حوله لما أعطوا التصريح من الحكومة المصرية. نعم. الحمد لله بدون قيد، يعني يخلوا مناهجها كلها سلفية. الحمد لله، والله فضل من الله عز وجل. هذا نادر في مصر، لأنهم دائما يربطونك بمنهج الأزهر. نعم نعم نعم. منهج نعم. الأزهر فاسد من أيام صلاح الدين رحمه الله. صدقت. الأيوبي. صدقت. نعم. فسلمك الله أعطوه تصريح، فالشباب اللي حوله كعادة الشباب قالوا نبي نجمع تبرعات عشان نبني معهد. فكلمته وقلت له والله يا أخي ما أنصح لك إلا ما أنصح لنفسي ولإخواني دعاة الله على منهاج النبوة. نعم. أنك تترك تخلي في المسجد علشان أي واحد يدخل المسجد يستفيد. أحسنت. وكذلك الأمن ما يخاف من وراء الجدران، لأنه يقدر أي واحد يدخل ويسمع. صحيح. فجزاه الله خير وافق على ذلك. ما شاء الله. والله أنك ناصح يا شيخ. نعم. أقول والله أنك ناصح فيما نحسن. بس عجيب أنه يوافق هو، لأنه جزاه الله خير. أنا بالنسبة له ما أصل ولا إلى كعب في العلم. يا شيخ ما أنت تبارك الله. والله ما عليك زود يا شيخ. لكن أبدا يقبل مني أي شيء أقوله. الله يجزاك ويجزاك خير الجزاء. اللهم آمين وإياك. أنا تمرة الأحباب حنظلة العداء، أنا غصة في حلق من عاداني، وأنا المحب لأهل سنة أحمد، وأنا الأديب الشاعر القحطاني.